سمو صلي ودعي ربك يرحمه ويتوب عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فهذا هو مفتتح المجلس 18 من مجالس كتاب المجموعة الذهبية من الأحاديث القدسية من صحيحي البخاري ومسلم، وانتهينا فيها إلى الباب 15 الذي فيه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وفيه الحديث 27 الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. هذا حديث قدسي شريف فيه من المعاني المتعلقة برب العزة والمتعلقة بمكنون فؤاد العبد تجاه رب العزة بسبب معان غفل عنها العبد تجاه ربه. وهذه هي فائدة الأحاديث القدسية، أنها تبين ما ينبغي أن يعتقده العبد تجاه ربه لتصحح سلوكه الفكري الباطني أولا، ثم لتصحح سلوكه مع الله عز وجل في الظاهر والعمل. الله عز وجل يقول إن العبد إذا أحب لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. هناك من يفهم هذا الحديث بأسلوب لا يتناسب مع مكانة رب العزة، فيجعل رب العزة في المقابلة، يعني إن أنا فعلت أي العبد الله سيفعل، وإذا العبد لم يفعل الله لا يفعل. يقول لك بدليل: إذا أحب العبد لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. قضية مقابلة، إن الله عز وجل مستني فعل العبد، وهذا فيه عجز لله عز وجل، وأن الله مفعول به، وأن الله لا يفعل شيء إلا إذا فعل العبد شيئا، وهذا غير صحيح. فالله هو الخالق لكل شيء، وهو البادئ لكل شيء، فهو الأول سبحانه وهو الآخر. والله خلقكم وما تعملون، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. هو الذي يبدأ، وهو الذي يكون، وهو الذي يريد، وهو الذي يقدر، وهو الذي يظهر هذه الأقدار في صورة ما يخرج علينا من أعمال. فقال: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه. يبين صورة اعتقاد العبد. إذا كان لك إقبال وميل على ربك، قال: فهذه علامة إقبالي عليك يا عبدي. فكأن الله يريد أن يجعل علامة بين العبد وبين ربه، أي العبد هذا الذي حجب عنه الغيب. العبد دائما يقول: نفسي أعرف ربنا رضي عني ولا لا، ربنا قبلني ولا مش قبلني، أنا كويس معاه ولا وحش. والعبد بيكون دائما قاعد في هذه الأفكار وهذه الهلاوس، وتكدر عليه حياته. تخيل لما الله يعطيك علامة وإشارة إلى محبوبيته التي لا تراها حتى في اللوح. العبد لا يرى هذه الأشياء في اللوح، مش مكتوب إذا كان يحبه أو لا. ولذلك هذه الأمور الباطنة التي اختص الله بها في الباطن كشفها لعبده في صورة هذا الحديث القدسي، الهدية التي يعطيها الله عز وجل للبرية، فيقول لعبده: انظر في قلبك تعلم ما عندي، انظر قلبك يحبني ويتجه إلي فأنا أحبك وأتجه إليك. واحد تاني يقول: طيب معنى كده لو أنا قلبي مش مشتاق إلى الله ومش محب إلى الله قوي، معناها ربنا ما بيحبنيش، هو قال لي انظر في قلبك. قلنا: لا، هنا القياس باطل، لأن القضية المتعلقة بالأوهام عن الله دائما تدخل في قضية القياس، والله لا يدخل في العقول، يعني الله خارج العقل، ليس كمثله شيء، والعقل متعلق بالمثلية والقياس. ولذلك أكبر الأخطاء في معرفة الله متعلقة بالقياس. يقول لك: طيب ربنا أدانا حسنة بعشر أمثالها، طيب يبقى السيئة بكام؟ يبقى بعشر أمثالها برضو، ده العقل. لكن ربنا قال بأن السيئة بمثلها، يعني مش بعشرة، يبقى القياس بطل. وكمان أو يعفو، يعني العكس، ده مش خالف العقل، ده عمل ضد ما في العقل كمان.
مخالفة القياس أن تكون العشرة بواحد الحسنات الواحدة بعشرة والسيئات الواحدة بواحدة، ده يخالف القياس، يخالف القياس اللي هو قياس إيه؟ قياس الحسنات، إن زي ما بدين الحسنات بالمضاعفة يبقى السيئات بالمضاعفات، هذا كده خالف القياس. طيب ولما عمل بضد العقل إنه قال السيئة قد أعفو عنها والسيئة بمثلها أو يعفو، بمثلها أو يعفو. طيب وكمان يحصل إنه شيء مش العكس، اللي هو عكس 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 العكس، إنه يقول لك وكمان السيئات دي مش هعفو بس، وكمان كون أبدلها لك حسنات، حسنات اللي بعد كده هتتقلب بعشرات وبمضاعفات. أي والله حصل، قال كده يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن القياس مع الله باطل، والنظر بمجرد العقل إلى الله يخالف ماهية الذات الإلهية المتعلقة بليس كمثله شيء. وأكثر الأوهام عن الله تتعلق بهذه القضية، قضية أننا دائما نجعل الله متعلق بمعلومات متعلقة بالخلق وليس بالخالق. لا، الآيات القدسية ساقها الله لنا ليبين لنا بأنه ليس كمثله شيء. يقول تعاملوا معي مباشرة وخذوا عني من نفسي ما هي نفسي، وكيف أنا معكم، وكيف أراكم، وكيف ينبغي أن تروني وأن يكون اعتقادكم تجاهي. إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه. إذن هذا في جانب الموجب، لا نقيس عليه في السالب. وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. يقولك طيب احنا قلنا في الحسنات والسيئات ما فيش قياس، طب هنا بالنص واضحة، إذا كره لقائي كرهت لقاءه. وليس الكره هنا المقصود به الكره المتعلق تجاه الله، لأن العبد لو كره الله معنى هذا كلام متعلق بالكافرين، لكن هنا الكلام متعلق بالعباد، بدليل أنه جاء في أحاديث قدسية أخرى في نفس هذه الرواية يقول والعبد يكره لقائي وأنا أكره مساءته، ويقول في لفظ آخر يكره الموت وأنا أكره مساءته. إذن هو يتكلم على قضية متعلقة برقي الأخلاق في العلاقة والمقابلة. أول شيء الكره الذي في قلب العبد ليس متوجها إلى ذات الله، وإنما متوجه إلى ما سيترتب على اللقاء من جراء الأعمال التي وقع فيها العبد التي سبقت في اللقاء الماضي. يعتقد العبد بسوء ظنه في نفسه بأن عمله سيورده جهنم. طيب فيسيء العبد الظن بنفسه، فلما أساء العبد الظن بنفسه وعلم بأنه سيأتي موعد الحساب يعني بعد الموت، إذن هو سيكره الموت. طب الحساب سيحاسبني على الأعمال، وأين سيتوجه بي بعد ذلك؟ سيقول بحساب العبد يعني إلى النار. طيب أنا مش عايز أروح للمكان اللي هيحصل فيه المصيبة دي، يبقى أنا مش عايز أموت، يبقى كره الموت بسبب إيه؟ بسبب ما بعده. طيب ولو قلنا شلنا كلمة الموت، كره لقاء الله بسبب إيه؟ الله ولا بسبب ما بعده؟ بسبب ما بعد الموضوع. إذن القضية ليست متعلقة بذات الله، وإلا كان هذا العبد كافر. الله يتكلم على عبد يحبه ويحبه، يعني العبد يحب الله والله يحب عبده. يقول أحيانا عبدي أي بعض العباد لم يكونوا يعرفوني حق المعرفة، فتأتيهم هذه الهلاوس وهذه الظنون السيئة عني بسبب عدم معرفتهم الحقيقية بي، وهو أنني أنا الذي أتحكم في الأعمال والمجازاة وليس الأعمال تتحكم في، وأنني هؤلاء العباد لم يعرفوا عني بأنني سبقت رحمتي غضبي، أي إذا كان العبد يستوجب العذاب فإن الرحمة أسبق إلى العبد من العذاب، وهؤلاء العباد لم يعلموا أنني أنزلت رحمة واحدة من 100 رحمة وادخرت 99 لأجل أن أسابقهم وأبادرهم برحمتي التي ذكرت لهم منها واحدة فقط في هذه الدنيا يتكلمون عنها ويقولون ما أوسع رحمتك يا الله التي وسعت كل شيء. فالله يتكلم عن عبده هذا الذي لا يعرف كثيرا عن ربه، فقال له أي هذا العبد وإذا كره لقائي كرهت لقاءه، أي وإذا كان العبد يخاف من لقائي من أجل أنه يخاف من أعماله السيئة أن أعاقبه ولا أسامحه، لأنه ظن أنه بعد أن استغفرني في الدنيا أنني لم أغفر له. أوهام، العبد يعيش في وهم.
يظن بأن الله عز وجل لم يغفر، مع أن الله أخبره والخبر صادق، وليست شريعة تنسخ، ولو كانت شريعة فهذه هي الشريعة الخاتمة التي لا تنسخ. فعندنا في هذه الشريعة سواء كانت أخبار أو أحكام فإنها غير قابلة للنسخ، لأنها خلاص أصبحت الشريعة الخاتمة. هذا العبد اعتقد في نفسه بأن الله قد لا يغفر له، فالله يقول بأن هذا العبد الذي اعتقد هذا المعتقد، ما الذي وصله هذا المعتقد إلى العبد؟ وصل هذا المعتقد إلى العبد بأنه لابد أن يفعل أي طريقة يبتعد بها عن الله، أي عن لقاء الله، لأنه إذا وصل إلى الله فإنه سيعذب. حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، وبعدين بعدما قتل 99 نفس ذهب إلى الرجل وبعدين لا، ليس حديث 99 نفس، أقصد الرجل الذي قال لأولاده إنني ما عملت خيرا قط، وإنني لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من قبل، فإذا أنا مت فحرقوني ثم انتظروا يوما عاصفا فذروني في الريح وفي البحر وفي البر حتى يتفرق أي جسمي، فلا يستطيع ربي عن يعني إن هو يجمعني مرة أخرى أو يقدر علي. قال فإن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من قبل. طيب هذا العبد اعتقد ماذا؟ اعتقد بأنه من أعماله سيء الله سيعذبه. الله جمع وقال له يا عبدي أنت عملت كذا لي، قال له مخافتك يا رب من إيه؟ عشان أعماله السيئة. قال قد غفرت لك، وجهه بعكس ما يعتقد. قضية حسن الظن وسوء الظن، العبد هنا وجهه الله بعكس ما يعتقد العبد، يقول أنا عند ظن عبدي بي، فيقول لك العبد إزاي؟ يقول لك خلاص أنا أظن في الله خير حيعطيني خير، طب ولما أظن أنه حيعذبني يبقى حيعذبني. لا، إحنا قلنا القياس باطل مع الله، الله ليس كمثله شيء، لا يدخل في القوانين العقلية ولا القياسية، خارج القوانين. أنا عند ظن عبدي بي في الخير، أما في السوء فليس كذلك. في السوء فإن الله لا يعامل العبد بظنه السيء في ربه، بل دائما يفاجئه. الرجل الذي كان يسير بالناقة معه الزاد وبعدين نام قليلا فلم يجد الناقة فحزن وظن بأنه هالك، وبعدين قاعد يبحث على الناقة بتاعته ورجع إلى مكانه وقال خلاص أموت هنا. ظنوا إيه؟ ظنوا أنه خلاص حيموت هالك. بماذا فاجأه الله؟ فجاءه الله برجوع الناقة والزاد وكل شيء لما استيقظ من النوم وقد ظن أنه يموت. الله لا يعامل العباد بالظن المطلق، لأن علم التنمية البشرية يقوم على الظن المطلق، يقول لك أنت اللي تظنه هو اللي يرجع لك. لا، ده علم قاصر مش مبني على العلوم الإلهية المعصومة، ومش مبني على العلوم التجريبية الصحيحة، مبني على خرافات فكرية وهلوسات بشرية غير كاملة وغير دقيقة. الحقيقة بأننا مهما ظننا في الله سوء فإننا نجد خيرا دائما منه. إذن القاعدة المقابلة بين أن تظن خيرا فتجد خيرا وأن تظن شرا فتجد شرا هذا غير صحيح. هذا الحديث يتكلم على ذلك، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه، ليس كذلك. يكون العبد خائف من عمله فيفاجئه الله بالخيرية، مثل الرجل الذي قال لأولاده احرقوني فإن قدر علي ليعذبني، عنده سوء ظن، مع ذلك الله قابله بالخيرية. وإذا كره لقائي كرهت لقاءه، العبد يقابله الله بلطف المشاعر، إنجاز التعبير بكلمة المشاعر في حق رب العزة، لكن من باب التلطيف للعبارة أن العبد يعرف قضية المشاعر. فالله كأنه يقول للعبد يا من خفت مني أنا لا أريد ما ساءتك، يقول يكره لقائي وأنا أكره ما ساءته. في الحديث يقول يكره الموت صرح به، لأنه سيظن بأنه سيأتيه شيء بعد الموت من العذاب، فيقول يكره الموت وأنا أكره ما ساءته، أي وأنا لا أريد أن أؤذيه، هو يظن فيه شرا وأنا لا أريد أن أؤذيه بشره،
أنا قلت له إن رحمتي سبقت غضبي، وقلت له يا عبدي بأنني قد أنزلت رحمة واحدة وادخرت 99، ألم تكن في ذلك إشارة مني إليك يا عبدي بأن تظن في خيرا حتى كرهت الموت وحتى كرهت لقائي من جراء عدم اطلاعك على ما يعرفك بي؟ وذلك معرفة الله والتعرف عليه. تقول لواحد احنا محتاجين نتعرف على الله، يقول لك ما احنا عارفينه. ايوه صحيح، احنا عارفين، عارفين شيء قليل عن الله، احنا محتاجين نعرف اكتر. والاحاديث القدسية دي باب المعارف الذي يجعل الانسان في سكينة وورع، سكينة وورع، سكينة بأنه هو يكون مطمئن إلى رحمة الله الواسعة مهما تخلف عنه عمله الصالح ومهما اخترق الأعمال الموبقات، ويكون في ورع لأن كثرة المعرفة بالله عز وجل تصيب الإنسان في باطنه بالحياء وتجعله عارف اللي يقول لك يكسر عينه، كسر عينه ربنا، يكسر عيون العباد. بمعنى إيه؟ يقول لك اطعم البؤ تستحي العين، يعني من كثرة الإنعام وكثرة العطاء وكثرة ما يتفضل به على العباد العبد يستحي. لما العبد يواجه ربه بأنه هو مش عايز يقابله، فربنا يقول له وأنا مش عايز أضايقك، يقوم العبد يقول يعني هو مش عايز يضايقني وأنا عمال هو مطلع على باطني وأن أنا قاعد مش عايز أقابله عشان أعمالي. فيقوم العبد بهذا الحياء يزداد قربا من الله في التعرف، فلما يتعرف ويعرف أن الله عز وجل لا يسيئه عند اللقاء وسيقول له عند اللقاء كما في صحيح البخاري: غفرتها لك في الدنيا أي تلك الذنوب، يعني سترتها لك في الدنيا، واليوم أغفرها لك، واليوم أيضا أسترها. وكلمة أسترها في الدارين يعني في الدنيا وفي الآخرة، يعني لا أجعل موجبها ينفذ إليك، موجبها يعني العذاب، يعني أستر عذابها عنك أي لا أعذبك. فعندما يعلم العبد أن الله عز وجل هذه المعاني فإنه يقبل عليه فيحصل له الورع ويحصل له الحياء من الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سمو صلي ودعي ربك يرحمه.